شو ما تقلبش ليا، شو ما تقلبش. مش ليا مشاهدي أرض بلادي، مباشرة مدينة الدار البيضاء، انفجار قنينة أكسجين بمصحة خاصة مدينة الدار البيضاء، ونقل جميع الناس اللي كانوا في المستشفى إلى مستشفى آخر. الحمد لله هنالك دون إصابات، ولكن المعلومات تقول بأن واحد اللي غادي تكون عنده شي الإصابات سيكيوريتي. تتمنى جميع المصابين يكونوا بخير وعلى خير، دعوات ديالكم إن شاء الله. الآن جميع الناس اللي كانوا هنا في المستشفى نقلهم بوجه السرعة إلى فرقهم على عدة مستشفيات هنا بمدينة الدار البيضاء. استنفار أمني كبير من أجل تطويق هذا الحادث. استنفار كم أمني كبير من قوة المساعدة والأمن الوطني، في شخص ولي الأمن حضور شخصي. أنا جاي أدب إذا المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا استنفار أمني كبير بمنطقة أنفا بالدار البيضاء من أجل في مصحة الأندلس، من أجل نقل المصابين إلى مصحات خاصة متفرقة. يعني هذه العملية كانت تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء وكذلك والي الأمن الدار البيضاء 16. طرق وكيف كير.
أشرف أضافي تحتاجوا الناس العائلات انفان تاع لالا عائشة عائشة الطاوي في كازا العائلة ديال الناس اللي كانوا هنا في المستشفى جاو يسولوا على العائلات على المستشفيات اللي تنقلوا لهم تتألموا مساكن لكن الحمد لله لا خسارة في الأربعة ياكم ماشي واحد ياكم ماشي واحد وحا اش جيبو حاجه مصحة الأندلس في أنفا أنفا
التليفون مزوج بعد عمرك لا كنعيط ملي كنت شي حاجه قال عندك المعطيات اللي كاينين دابا قال لك باقي ما كاين حتى شي حاجه انت نتمنوا تكون خير ان شاء الله باقي هي
خويا كمال هنايا خويا مباشرة هنا من مصحة الأندلس بالمعارف أنفا انفجار قنينات ديال الأكسجين هنا بمصحة. الو تتصومي هي اللي دار اللايف وتتصومي مش بعقلك ولا عندك عقل ما خليتش تدخل القناة تشوف دخل موجود شكون معاك الله نسالي ما مشى معاك بس قول لي شوف شوف قول لها نسالي اللايف ونصومي عليك دخل اللايف ديال ارض بلادي باقي الآن هنا من أمام مصحة الأندلس هنا بمدينة الدار البيضاء انفجار قنينة الأكسجين الحمد لله نقل جميع الناس اللي كانوا هنا في المصحة إلى مصحات أخرى هنا مدينة الدار البيضاء باقي ما عرفناش المعطيات الأولية على هذا الحادث لا زالت رجال الأمن والشرطة العلمية والتقنية تياخذوا المعطيات ديالهم باش يجمعوا جميع المعطيات أعزائي المشاهدين لازلنا هنا مباشرة من مصحة الأندلس هنا بعمالة أنفا عدة عناصر الأجهزة الأمنية كاملة موجودة باش تعرف شنو السبب ديال هاد الحادث تنتمناو يكون خير إن شاء الله حيت الناس اللي خرجوا من المستشفى راه فرقهم لعدة مصحات هنا في مدينة الدار البيضاء Thank you.
الاندلس شب حريق وانفجار كان الناس من الغاز وتم نقل الامراض الى قرطبه ومسحه شحال بقى خدمنا شنو مصطفى